عرفنا به عمي مختار شكون هذا. هذا بلال صالح. كما قلنا المعروف المالح، هذا كل ما عرفت المالح. فكوا راه قلتوا من نعمل كل 17 معروفين نتاع تيرغا. ومنهم اول شيء هو الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم الشهداء الكل. وشخصيات اخرى تكوين الناصر، كاين عبيد عبد القادر موجود معنا في المنظمه. لك حي يحيى هو حي موجود. هادو لازمنا نزوروهم لوكان في كل اسبوع. علاش؟ راهم رمز من تاريخ الثوره التحريريه وكان عند الوسام. لازم نزورهم هادو. راه بنيتنا في 85 سنه. راه مثل ابراهيم. واليوم الزيارة تاعكم عمي مختار هذه؟ اليوم هذه الزيارة خصص لها بمناسبة 20 أود 55 56، وهذا واجب على المجاهدين باش يدوروا قدر على يوم المجاهد، لأنه يوم وطني اللي لازم كل المجاهدين تدور بعضها بعض في هذا النهار يتلاقوا بعد ذكريات نتاع معارف ونتاع كذا ونتاع كذا. هذه تحية تحية طرف المجاهد بصفة أخرى. احنا هذا هو اللي نتمناه ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي ما تنقاطعش هذه الزياره. الزياره حتى تدوم، لان ما حتى تدوم المجاهد يشبر روحه، ما يكبرش روحه لروحه في داره. يقول اللي ما زال المجاهدين خذيك ما كانوا بدري. وهذه هي الروح الوطنيه. ولكن انا هذا الحاج انا سمعت به منك صح، كان معكم في الجيش في التحرير. وقالوا لي كي دار الاستقلال راه يخدم واحد الخدمه مليحه راه يخدمها. قالوا لي راه يغسل الموتى ويحفر القبوره. ماشي لازم هذا هذا الخدمه وزاد مثل الشباب، لان على هذاك الشباب من 56 هو اساس من اساس الثوره، ما بغاش يقطعها، قال جاي فيها ويزيد في المقبره نتاع المواطن في المقبره. هذا هذا اجر اخر، وهذا هو الافضل. هذا اجر اخر يديه من كل المواطنين. احنا نطلبوا راه اليوم في هذه المناسبة نطلبوا له الصحة إن شاء الله وطول العمر والبركة فيه وفي وليداته وفي أهله، والله يخليه وليداته إن شاء الله رمز هذا هذا النحية تاع المالح. أنا نظل كلامي